بسم الله الرحمن الرحيم وعلى بركات الله دائما وابدا نستعين. مشاهدينا متابعينا الكرام نحييكم ونرحب بحضراتكم من جديد في انطلاقاتنا المتواصلة في صباح هذا اليوم. شوطنا السادس عشر للإبكار الثنايا المهجنات الأصايل وشوط الختام أعلنت انطلاقته وأعلنت اندفاعته في هذا الصباح. أبدأ مع المركز الأول نتابع في هذه اللحظات من تحت الصدارة وتحمل الرقم واحد. ذكرى من تتقدم في هذه اللحظات بشعار محمد بن راشد بن حضيرم الاكتبي يقدم لنا شعاره ويقدم انطلاق الذكرى على أول المراكز وعلى أول التحديات. المركز الثاني والحضور في هذه اللحظات من حفلة محمد بن جابر بن حمد بن مصلح الأحبابي يقدم لنا حفلة مع المركز الثاني في هذه الأثناء وفي هذه اللحظات. المركز الثالث القادمة هنا أتابع السريعة لسالم بن راشد بن مبارك الاكتبي يقدم لنا السريعة على مستوى المركز الثالث. المركز الرابع الحضور في هذه اللحظات والقدوم مع رابع الأسماء أتابع العزرة سالم بن دهيمي بن غفان الخيلي مقدما لنا شعاره ومقدما لنا انطلاقة هذا الشعار. المركز الخامس الحضور من قبل اليمامة قادمة بشعار هنا أيضا سعيد بن راشد بن سالم من يتقدم في هذه اللحظات مع رابع المراكز. المركز الخامس الحضور والتواجد من العزرة تتقدم في هذه اللحظات وتنطلق هنا أيضا أتابع من الجانب الأيمن القادمة الضبي السعيد بن حليس بن راشد بن حليس الاكتبي يقدم شعاره أيضا مع هذا الحضور مع هذا التواجد مع المركز السادس وتحمل الرقم ستة في هذه الأثناء. بينما أتابع القدوم مع المركز السابع القادمة هنا توصيف سعيد بن منانة بن غدير الاكتبي من يقدم لنا توصيف القادمة توصيف الحاضرة بهذا الحضور الكبير. أتابع أيضا القادمة الهبوب قادمة بشعار سيف بن سعيد بن محمد النعيمي قادم النعيم حاضر في هذه اللحظات. الله 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 يقدم لنا شعاره ويقدم لنا هذه الانطلاقات الجميلة الانطلاقات الكبيرة. أيضا أتابع القدوم في هذه اللحظات من قبل لمعة محمد بن خلفان بن غليط الغفلي من يقدم لنا شعاره في هذه اللحظات. أيضا أتابع وأراقب الهبوب سيف يا سيف يا بن سعيد يا بن محمد النعيمي يقدم لنا الهبوب والأسماء بدأت في الحضور الأسماء بدأت في الوصول. أوصلت جزر عبيد بن سيف بن حمد بن ماجد المزروعي يقدم لنا شعاره. أيضا القادم الشايبة مبارك بن سالم بن مبخوت المنهالي يقدم لنا شعاره وانضمت في هذه اللحظات وحضرت مشاهدينا الكرام. مطفية لويه بن محسن بالزفن الأحفاري يقدم لنا شعاره في هذه اللحظات.
بينما أتابع أيضا القادمة القادمة الهبوب سيف بن سعيد بن محمد النعيمي، وسيف بن محمد النعيمي أيضا من يتابع من يراقب الانطلاق مع الهبوب وحضورها مع الهبوب وانطلاقاتها. ولكن نعود إلى مقدمة الشوط إلى المركز الأول وإلى التحدي الأول، هنا الحضور هنا الانطلاق بن حضير بن حضير يقدم لنا ذكرى ذكرى يا ذكرى يا ذكرى يقدمها محمد بن راشد بن حضير الكتبي المركز الثاني القادمة في هذه اللحظات الحاضرة حفلة محمد بن جابر بن حمد بن مصلح الإحبابي يقدم لنا شعاره مع المركز الثاني المركز الثالث القدوم في هذه اللحظات السريعة سالم بن راشد بن مبارك الاكتبي يقدم لنا شعاره في هذه اللحظات. ايضا المركز الرابع القدوم من اليمامة سعيد بن راشد بن سالم من يقدم لنا شعاره في هذه اللحظات. بندغش وشعار قادم مع المركز الرابع المركز الخامس القدوم الحضور من الحزرة سالم بالديمي بن غفان الخيلي مع المركز الخامس المركز السادس هنا أتابع هنا أراقب القدوم والحضور امطفيا يمطفيا يمطفيا لويه بن محسن بالزفنة الحفاري بالزفنة يقدم لنا شعاره ويحضر معه أيضا انطلاقة طفية وحضورها. بينما القادمة بينما الحاضرة أحضرت الشايبة مبارك بن سالم بن مبخوت المنهالية بينما الحضور بينما الوصول أوصلت لمعة محمد بن خلفان بن غليط الغفري يقدم لنا شعاره. بينما أتابع أيضا الظبي سعيد بن حليس بن راشد بن حليس الكتبي والقدوم والحضور أحضرت في هذه اللحظات وصيف سعيد بن منان بن غدير. الله يا سلام يا سلام يا الأسماء يا الشعارات القادمة الشعارات الحاضرة. ولكن 2 كيلو ما يفصلنا عن الفوز وعن الناموس غيرت في هذه اللحظات واحتلت البداية. تتقدمون السريعة سالم بن راشد بن مبارك الاكتبي يقدم لنا شعاره يقدم لنا شعاره مع السريعة وحضور السريعة وانطلاقاتها هنا مع البداية هنا مع الكادر الأول تتقدم بشعارها تنطلق هنا السريعة بشعار سالم بن راشد بن مبارك الاكتبي. يا سلام يقترب من الفوز يقترب من الناموس يقترب من الانتصار راعي السريعة. ولكن القادمة القادمة على المركز الثاني الحزرة سالم بالديمي بن غفان الخيلي بدأ في الحضور بدأ في الوصول. ولكن القادمة القادمة الحاضرة هنا مع المركز الثاني امطفية يمطفية لويه بن محسن بالزفنة الحفارية يقدم لنا شعاره. بينما المركز الثالث ذكرى محمد بن راشد بن حضير من الكتبي والمركز الرابع الشايبة مبارك بن سالم بن مبخوت المنهالي. ولكن مطفية الكيل الأخير
الكيلو الخطير يا راعي مطفية يا راعي العزرة يا راعي العزرة، وأيضا القادمة القادمة الشايبة الشايبة يا أبو سالم الشايبة يا أبو سالم، طارن الثنايا طارن الثنايا، ولكن البداية مطفية مع الصدارة مطفية مع الصدارة، محمد بن راشد بن حضيرم ذكرى يا ذكرى ذكرى يا ذكرى يا ذكرى الله عليها يا ذكرى الله عليها، ذكرى مع البداية ذكرى ومطفية مطفية وذكرى، واليمامة اليمامة اليمامة مع الأمتار الأخيرة مع الأمتار الخطيرة، سعيد بن راشد بن دغيش من يقدم شعاره، ولكن باللويهي باللويهي مع مطفية لويهي بن محسن بالزفنة الأحفاري الأحفاري مع مطفية، سلام يا الأحفاري سلام سلام يا بالزفنة سلام على الفوز والانتصار، مطفية مطفية بطلة هذا الشوط بطلة شوط الختام، تهانينا وألف مبروك على الفوز والانتصار. المركز الثاني اليمامة قدمت أداء كبير بشعار سعيد بن راشد بن دغيش، من قدم لنا شعاره مع المركز الثاني والمركز الثالث كانت لمعة لمحمد بن خلفان بن غليط الغفلي، والمركز الرابع ذكرى محمد بن راشد بن حضير المكتبي، والمركز الخامس كان حضور العزرة سالم بالدهمي بالغفان الأخيلي، تانينا والف مبروك لمالك مطفية لويهي بن محسن بالزفنة الأعفاري، قدم لنا مطفية لتخطف ناموس هذا الشوط شوط الختام مع شعار بالزفنة، وقدم لنا مطفية في هذا الصباح، تانينا والف مبروك لك على هذا الفوز والانتصار الكبير والمميز. هنا أتابع لحظات الإعادة 12 دقيقة 37 ثانية وجزء واحد من الثانية، تهانينا والف مبروك المركز الثاني كانت اليمامة سعيد بن راشد بن دغيش من قدم لنا شعاره، 12 دقيقة 38 ثانية وجزء واحد من الثانية. المركز الثالث هنا أتابع كان الحضور مع لمعة محمد بن خلفان بن غليط الغفلي، قدم لنا شعاره 12 دقيقة 40 ثانية سبعة أجزاء من الثانية، تانينا والف مبروك لجميع الفائزين.